أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من نجا من عذاب القبر نجا مما بعده، نسأل الله أن يجعلنا والدينا من هؤلاء. أما من استحق العذاب فهل يكون عذاب القبر ممحضا له ومطهرا؟ نعم، هو بداية، نموذج عذاب القبر، نموذج من العذاب الذي بعده، نموذج من العذاب الذي بعده. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ما بعده أكبر منه، ما بعده أكبر منه والعياذ بالله. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه إذا زار القبور يبكي بكاء شديدا، فسألوه عن ذلك فقال رضي الله عنه: هذا أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر. نعم.